كل الفهم لطبيعة ظروف الست دي، لكن ما فيش عذر حتى وإحنا فاهمين ومقدرين، فيش عذر يخلي سيدة تقبل أنها تبدأ حياتها بهذا الشكل. عشان كده خلونا نسأل أستاذة فاتن عريف، المحامية والباحثة في قضايا الأسرة. سؤالي بقى لحضرتك مباشرة كده، هندي كل المعطيات بتاعة أن البنت دي ظروفها كده وكل المتكاترين عليها دول اللي كانوا بيعتقدوا أو بيقولوا أنهم عيلتها وهم بيقولوا أن ده عادي والسيدات في الأسرة واضح أنهم مباركين ده بكل الظروف المعطاة، إيه شكل الأسرة دي بعد 5 سنين من النهاردة بحسب خبرة حضرتك في قضايا الأسرة؟ تحياتي لحضرتك أستاذة دينا. طبعا زي ما حضرتك قلتي، للأسف العنف دايرة حضرتك، يعني دايرة مش ممكن الخروج منها إلا بأن أنت فعلا لازم تقف وتتحدى المجتمع اللي فرض عليك العنف ده، وتتحدى الأسرة اللي فرضت عليك ده. ده حضرتك المشهد كله بيقول ان احنا عندنا في تشويه في المجتمع. للاسف مفهوم الرجل، يعني زي ما حضرتك قلتي كده، هو الكائن اللي واقف جنبه، مفهوم الرجوله نفسها بقى فيها نوع من التشويه والعوار. الراجل مش ممكن يمد ايده على واحده ست، الراجل مش ممكن يكون مصدر لقهر اقرب الناس بالنسبه له وهي زوجته، وعلى مرأة ومسمع من المجتمع. ما هو بذكر المجتمع يا أستاذة فاتن، أنا بسأل حضرتك تحديدا إيه دور المجتمع في أنه يمنع تكرار أو يمنع الاعتياد على الحوادث دي؟ يعني مثلا كتير من الناس النهاردة قالت أنه للأسف يعني لما حد بيشوف راجل بيضرب ست في الشارع ويتدخل عشان يفض الخناقة، لكن يقولوا له كده الناس اللي واقفين برضو المعلشاتية دول، يقولوا له لا دي مراته فيمشوا. فإلى أي مدى في أو في إزاي المجتمع متصالح مع ده؟ ده سؤالي. لكن سؤالي، هل ممكن مثلا حد يعني عنده قدر من النخوة يقول أنا عايزة أقاضي الوضع ده، أقاضي ضرب رجل لامرأة أيا كان بقى علاقته بيها، أخوها، باباها، عمها، جوزها، أيا كان، في حاجة اسمها كده؟ يعني في قضية لحق المجتمع؟ بصي، أبسط حاجة لحقوق الإنسان إن هو يعيش حياة آمنة، والأمن هنا هو مفهوم كبير جدا. إن إزاي إن أنا أعيش حياة كريمة وسط أسرتي، إزاي إن أنا لما أفكر إن أنا أرتبط بشخص والشخص ده هو يكون استند والدعم ليا، وإحنا الاتنين نكمل مع بعض على أساس إن إحنا هنكون أسرة سعيدة فيها نوع من التفاهم. البداية خاطئة زي ما حضرتك قلتي، على إن أنا دلوقتي بنمي المجتمع على الكره، بنميه على العنف، بنميه على مفهوم الرجولة الخطأ. المجتمع اللي حوالين الجريمة أنا بعتبرها إن هي جريمة، لأنه هو تعدى عليها بالضرب على مسمع ومرأة من المجتمع ومحدش تدخل. ده بالعكس، أنا شفت الفيديو أكتر من مرة وشفت عدة فيديوهات تم إرسالها ليا، على إن كان في ناس بترحب حتى من خارج الأسرة وبتقول يا جماعة، البنت اللي كانت بتصور بتقول حرام عليكم حد يعني يوقفوا عند حده ويبعدوا عنها، قال لها دي مراته، وكأن مفهوم الزوجة عندهم على إن هي مهانة، وإن هي حضرتك كائن موجود إن هو ممكن إن هو يعني يعبر عن جميع أشكال العنف وجميع أشكال الغضب وجميع التربية الخاطئة اللي هو تربى عليها. لأن للأسف لا يمكن هتكون، حضرتك سألتيني في البداية وقلتي لي الأسرة دي بعد 5 سنين هتكون شكلها إيه. الأب اللي هو بيمارس جميع، الزوج الأول اللي هو بيمارس جميع أنواع العنف على زوجته، بالتالي دايرة العنف هتكتمل مع الأبناء. الأبناء لما يشوفوا الأم المهانة والأم المعتدى عليها، بالتالي هو كمان هيطلع عنده أمراض نفسية وهيطلع عنده نفس اللي بيحصل دهوت، ومفهوم الرجولة بالنسبة له هي القهر. طيب أنا عايزة أسأل حضرتك يا أستاذة فاتن، ده السؤال اللي محير الناس من الصبح ومحدش عارف يدينا فيه إجابة شافية من القانون. هل قانون العقوبات ده نص على أنه في عقوبة للضرب أو الاعتداء، والعقوبة دي بتتراوح بحسب التأثير؟ أنا سؤالي لحضرتك، هل ينفع حد يقاضي أو يستند إلى قانون العقوبات في واقعة زي دي، ولا لازم صاحب الشأن هو اللي يتقدم ببلاغ؟ للأسف لازم صاحب الشأن هو اللي يتقدم ببلاغ، لأن دي تعتبر حضرتك يعني عقوبة فردية. يعني الألم اللي حصل دهوت هي اللي حست بيه، وهي اللي الضرر وقع عليها، فالمفروض الشخص اللي وقع عليه الضرر دهوت إن هو يتقدم ببلاغ. خليني أقول لحضرتك
ان هي يعني انا مش عايزه حد يلوم البنت او يلوم الزوجه او يلوم الفتاه دهيت على ان هي ما خدتش موقف اسرتها والمجتمع اللي هو فيها فرض عليها تكميم الافواه، فرض عليها ان هي تتقبل العنف ده هو بشكل على ان هو هو كان في حاله غضب فتحمليه، هو كان في حاله ضغط نفسي فتحمليه، وكان وهو مبرر بالنسبه له على ان هي زوجته وان هو حضرتك ان هو ليه حق عليها. ما اعتقدش ان في اي منطق او حتى تفسير ممكن يبرر اللي احنا شفناه. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه فاتن عريف المحاميه والباحثه في قضايا الاسره. الحقيقه صدقوني ما فيش كلام يتقال، وحتى فكره الاستنكار ما بقى لهاش معنى. هو فكر احنا قدام حقيقه لازم نواجه نفسنا بيها. من هؤلاء؟ المجتمع اللي جوه المجتمع احنا عارفين انه الاغلبيه العظمى هترفض ده، الاغلبيه العظمى من الرجال او الرجال الحقيقيون هيرفضوا ده، الاسر الحقيقيه الاباء الحقيقيين مش هيقبلوا ده على اولادهم، الانسانيه يعني خلاص في حاجات مسلمات كده في المنطق واحنا متاكدين ان ده موجود، لكن دايره الشر والعنف دي لازم بقى حد يقف يكسرها، يعني لازم حد يقول لا، ولازم حد من قلب هذه الثقافة. هو الحقيقة احنا مجتمعنا في حاجة إلى علماء اجتماع حقيقيين يقولوا لنا الثقافة دي حصلت إزاي. إذا كانوا هم بيقولوا لنا أنتوا بتوع البندر مش فاهمين، ماشي يا سيدي احنا مش فاهمين، فهمني، خليه منطقي يفهمني أنه ده بيحصل وأنه ده معتاد وأنه في عائلات كاملة موافقة على الوضع ده، دي حاجة ما يتسكتش عليها بكل المقاييس. واسمحوا لي كمان أقول أنه في طرف غايب ما حدش اتكلم عنه النهاردة، هو المخدرات. دي سلوكيات الهستيريا الرهيبة والعنف الرهيب، دي أعراض واضحة جدا لتعاطي المخدرات في ثقافات بعينها، والمخدرات المتاحة والمباحة في ثقافات بعينها مصيبة تانية، هي جزء حقيقي من العنف في المجتمع. نفتش بقى، محدش بقى ينظر علينا ويقول لنا الرجولة وما ينفعش راجل يضرب ست، احنا بعيد قوي، احنا بعيد قوي صدقوني.